السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Introduction to Computer Science and Programming يعتبر إحدى الكورسات المقدمة من أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. في الإيفنت بتاعه في أحد الطلبة سأل سؤال هو الأستاذ أحمد حكيم إنه عنده مشكلة إزاي يعرف المواعيد. الشباب جاوبوا عليه إن مواعيد الكورس يوم الأحد والتلات والأربع الساعة 6:30، لكن هو سؤاله ان هو عارف المواعيد لكن عايز حاجة تفكره بالمواعيد، عايز اشعار عند قرب البدء، عايز نوتيفيكيشنز يقدر من خلالها يعرف ان الكورس مثلا هيبتدي كمان ساعة. الأستاذة إيما مشكورة قالت له تقدر تعمل الكلام ده عن طريق جوجل كاليندر، وده ان شاء الله اللي احنا هنشوفه مع بعض بشكل عملي عن طريق 3 خطوات بسيط جدا. اول خطوة ازاي هنسطب الموبايل بتاعنا على جوجل كاليندر. الخطوة التانية ازاي هنكريت الايفنت على جوجل كالندر. الخطوة التالتة ازاي هنعمل كونكشن ما بين الايفنت اللي احنا كريتناه وما بين الموبايل اللي احنا عملنا له سيت اب في الخطوة الاولى. هنفتح جوجل سايت. لازم بطبيعة الحال يكون عندك اكونت على الجيميل عشان تقدر تستخدم الجوجل فيتشرز. بعد ما تكتب الاكونت بتاعك وتساين ان هتدوس على كالندر فوق، تيجي عند السيتنجز على اليمين، هتدوس على موبايل سيت اب، هيجيلك الصفحة بالشكل ده. تختار اسم البلد بتاعتك، هتكتب اسم موبايل رقم موبايل سوري. بعد كده هتدوس على سند فيريفيكيشن كود. خلال تقريبا 10 ثواني هيجيلك الكود في رسالة اس ام اس على الموبايل بتاعك، هتكتبه هنا وتدوس على فينش سيت اب. هيظهر لك رسالة بالشكل ده ان عملية الفاليديشن حصلت بشكل ناجح، يور فون نمبر سكسسفولي فاليديتد. وبكده نكون عملنا الخطوة رقم 1. الخطوة رقم 2 ازاي هنكريت الايفنت. هنيجي عند الكالندر بتاعتنا، هندوس على اي مكان فيه edit event، هنكتب التايتل بتاع الايفنت وليكن اسم الكورس بتاعنا Introduction to Computer Science and Programming. هنختار اليوم وهيبدأ يوم 20 فعلا، هيبقى الساعة 6:30 لغاية وليكن مثلا كمان 3 ساعات لغاية الساعة 9:30. All day ولا repeat؟ لا، هنختار repeat وهنختار weekly. هو هيبقى حد وتلات واربعة، هيبقى حد وتلات واربعة. لو احنا عارفين ميعاد انتهاء الكورس فنختار اون ونكتب ميعاد انتهاء الكورس. لو في الكيس بتاعتنا مش عارفين الكورس هيخلص امتى فندوس على نيفر وندوس على دن. وبكده نكون كريتنا الايفنت بتاعنا بعد طبعا ما ندوس على كلمة سيف. رقم 3، ازاي هنعمل كونكشن ما بين الايفنت والموبايل. هو اوريدي الكونكشن حصل خلاص، لكن احنا عايزين نحدد النوتيفيكيشنز هتجيلنا امتى، هتجيلنا قبل بدء موعد الكورس بقد ايه، بساعه بساعتين نص ساعه. هو ده اللي هنعمله دلوقتي مع بعض. عند اد ريمايندر، انت ممكن يجيلك ريمايندر عن طريق 3 حاجات، عن طريق اس ام اس او عن طريق الايميل او عن طريق البوب اب مسج، بتظهر لك بوب اب على الويزرد انت شغال عليه. الكيس بتاعتنا مثلا هنلغي مثلا الايميل، انا مش عايز الايميل ومش عايز مسج بوب اب، انا عايز اس ام اس. وبالتالي ومثلا تيجي لي كم قبل بدء الكورس بنص ساعه وادوس على سيف. نعرض مثلا الكالندر بتاعتنا بشكل مانث، بشكل شهري. هيظهر كده ان كل الحد والثلاث والاربع الساعه 6:30 في ايفنت باسم معين، اسم الكورس بتاعنا. وقبل موعد بدء الكورس بنص ساعة هيجي لنا نوتيفيكيشنز على الميل على الموبايل بتاعنا ببدء الكورس قبل موعده بنص ساعة. أتمنى أن يكون الشرح مبسط ويكون الفكرة وصلت، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.